يمكن صار لي أكتر من دهر. مسرحية دون كيشوت للأخوة الرحباني مروان وغدي وأسامة أضاءت ليلة مدينة جبيل التاريخية في افتتاح فعاليات مهرجانات بيبلوس الدولية. العمل الجديد هو الأضخم إنتاجا مقارنة بالأعمال السابقة. أتصور أنا أنه فينا كل يوم نطبق على دون كيشوت حسب كيف الإنسان بيتناولها بالمجتمع. هو صدام بالنهاية، هو محاربة طواحين الفساد وطواحين المجتمع. صحيح أنه نحن نقول أنه دون كيشوتية معينة، بس كلنا دون كيشوتيين. المسرحية تدور حول شخصية دون كيشوت المسافر لمحاربة الفساد ومصارعة طواحين الهواء، بحثا عن مركز فارس كان يطمح إليه، وقد نجح الرحابنة في إسقاطها على الواقع اللبناني عبر لوحات غنائية واستعراضات راقصة. هاي المسرحية هي امتداد لمسرح منصور الرحباني إذا بدك، اللي هو امتداد لمسرح الأخوان الرحباني. فيها خصوصية متميزة عن غيرها أنه فيها لغة شبابية، فيها موسيقى، مش أنه ألحان أغاني، فيها موسيقى درامية. العمل الرحباني الجديد استعاد بريق مسرح الرحابنة وأضاف نجمة جديدة إلى نجوم سماء مدينة جبيل التاريخية، التي على ما يبدو ستضرب موعدا مع صيف سيكون واعدا بلا شك. من مدينة جبيل، عدنان غملوش، العربية.